بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أسبغ النعم، والشكر له على جلائل القسم. ربنا الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا محمد، عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأدخلنا مدخلا حسنا يا رب العالمين. اللهم حرم رقابنا ورقاب والدينا على النار. اللهم اغفر لنا ما لا يعلمون، واجعلنا خيرا مما يظنون، برحمتك يا أرحم الراحمين. يا هلا ويا مرحبا فيكم أعزائي المشاهدين في برنامجكم قصة أثرت فيني. قصة أثرت فيني من قدوة الناس أجمعين، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. النبي صلى الله عليه وسلم بعث لنا أهم ما نحتاجه في حياتنا، وخصوصا في حياتنا اللي نعيشها المعاصرة. وما تشاهدون من الشحناء والبغضاء الذي تحدث بين الناس في أغلب الأيام، وعدم تقبل الآخر وتخوين الآخر، النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى خلاف ذلك. وهذه القصة أثرت فيني، وكل يوم أكاد أذكرها. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام حضر جنازة، فعندما مرت الجنازة بكى النبي صلى الله عليه وسلم، بكى بكاء شديدا. فقال له أحد الصحابة: يا رسول الله، أتعلم هذه الجنازة لمن؟ إنه رجل يهودي، رجل يهودي مرت جنازته بالنبي صلى الله عليه وسلم فبكى النبي صلى الله عليه وسلم. انظر رد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمات التي تعتبر منهج حياة لجميع المسلمين، ويا ليتنا نقتدي فيها. النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي: نفس تفلتت مني إلى النار. أي هذا اليهودي تفلت مني إلى النار. لو كنت حريص على هدايته، ولو حرصت أني أصل له بالعلم وبالخلق وبالأدب، لما ذهب إلى النار. انظر إلى خلق النبي صلى الله عليه وسلم في تقبل الآخرين، في تقبل الرجل اليهودي. بكى حزنا على ذهابه إلى النار. هذه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. أنا لا أختلف معاك لأبغضك أو لأكرهك أو لأزيلك أو لأسفه رأيك. النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص على هدايتك، وليس حريص لينتصر عليك ولا ليتشفى فيك. هذا خلق النبي صلى الله عليه وسلم. ومن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قصة أخرى جميلة جدا، تبين كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤدب أصحابه، ويبعث لنا منهج نسير به إلى أن نلقاه بإذن الله يوم القيامة. بعد الفاصل راح نقول هذه القصة بإذن الله. مرحبا فيكم أعزائي المشاهدين، رجعنا لكم مرة ثانية لنستكمل الحديث اللي تكلمنا فيه قبل الفاصل عن قصة النبي صلى الله عليه وسلم، القصة الثانية اللي فعلا أثرت فيني لأنها منهج حياة لجميع المسلمين. كلنا مفروض نقتدي بهالقصة وأسلوب النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع لحظات الغضب. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه جلوس بجانبه، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشد النبي صلى الله عليه وسلم من ثيابه، شد النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك الوقت كان هو رأس الدولة،
وبجانب أصحابه. فعندما رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان من ضمن الجلوس رأى هذا الفعل فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم دعني أضرب عنقه، يعني هذا الشخص تعدى على الرجل الأول في الدولة الإسلامية والرجل الأول في ذاك الوقت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعندما جرى النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطني مما أعطاك الله، يعني أعطني من بيت المال. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عمر تأمرني بحسن الأداء وتأمره بحسن الطلب. هذا خلق النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تعدى عليه الرجل، فبعث رسالة إلى عمر بن الخطاب بخلق عظيم وهو خلق الحلم والأدب في التعامل مع الناس ومع طالب الحاجة، حتى لو أخطأ فأنت لا تعلم مدى تأثير حاجته في نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم ترك لنا هذا الخلق العظيم بهذه القصة. يجب جميعا أن نقتدي بهذه القصة، يجب جميعا أن نعي كيف نتعامل مع الناس وكيف نبادلهم لحظات الغضب ولحظات الفرح ولحظات. النبي صلى الله عليه وسلم ترك لنا منهج في هذه القصة، ومنهج عظيم في أعز لحظات وفي أشد لحظات الغضب. النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل بابتسامة. بعض الناس ممكن يقول يعني هذا الشيء مستبعد، عود نفسك ستتعود. النبي صلى الله عليه وسلم كان يلاقي من الأذى يلاقي، لكن شخصه الكريم صلى الله عليه وسلم كان يبعث لنا برسائل إن اقتدينا بها فهي الحل لما نعيشه من مشاكل، وخصوصا المشاكل التي تقع في التعامل بين الناس. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت، لم يقل بعثت يعني لم يبتدئ برسالتي في نشر الدين، قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. والله سبحانه وتعالى لما يصف النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الوصف اللي كلنا نحفظه وإنك لعلى خلق عظيم، وأيضا الله سبحانه وتعالى يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، وفي آية أخرى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذه رسائل تبين لنا تسامح ومنهج هذا الدين الذي أوتي رحمة للناس، أوتي لحسن خلق الناس، لتهذيب الناس، لتقبلهم الآخرين. هذا هو ديننا. ولكن قد يحصل ببعض المطبقين لهذا الدين وبعض من يطبق هذا الدين بعض القصور، فلا نحمل هذا القصور على منهج الإسلام ككل. تحضرني قصة في هذا الجانب. قصة ذكرت أن هناك مؤتمر في إحدى الدول الغربية، هذا المؤتمر كان يحضر من جميع الأجناس، الرجال والنساء ومن جميع الأديان، اليهودي والنصراني والملحد والمسلم. فكان هناك شخص مسلم موجود في هذا المؤتمر. انظر إلى عظمة أن يكون الشخص فعلا يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ويطبق الدين كدين ولا يطبقه حسب أهواءه ومزاجه. فجميع من في المؤتمر ومن جميع الديانات قدموا ورقة عمل لإنجاح هذا المؤتمر. المؤتمر كان في رسالة سلام إلى العالم وكيفية الخروج من المشاكل التي تحيط بالناس. فالجميع قدم ورقة عمل باستثناء هذا المسلم. فقامت إحدى المحاضرات في المؤتمر وسألت هذا المسلم لماذا لم تقدم ورقة؟ يعني أنت شاركت فيها، ليش ما قدمت ورقة ممكن نستفيد منها؟ وهي تعلم أن هذا الشخص مسلم. فقال لها ليقيني أنكم لن تطبقوا ما سأذكره في الورقة.
فقالت وما ستذكر في الورقة؟ قال سأذكر أن يعني سأذكر لكم أن تطبقوا الشريعة الإسلامية وتطبقوا دين الله سبحانه وتعالى. فقالت له إن أتيت لنا بشخص كعمر بن الخطاب يطبق هذا الدين سنقبل منك ورقة العمل هذا. أي حتى الغرب أنفسهم يعرفون أن لدينا إسلام، ولكن من يطبق الإسلام هم أشخاص لا يعون خطورة الخلل الذي يقومون به عندما يمثلون الدين ويوصلون رسائل للعالم أن هذا هو الدين والدين منهم براء. وهذا الشيء قد ينفر الكثير من الدخول إلى الإسلام. يعني هذه عالمة ممكن تعرف جميع ما يقال عن الإسلام وباحثة وقرأت، فما بالك بالشخص الغربي العادي يعني. وصلت له هذه الرسالة أن لا يوجد شخص كالنبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة يطبق هذا الدين. فحديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي ذكرناه في القصة الثانية اللي أثرت فيني هي القصة اللي بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم خلق لنعرف كيف نطبق به الدين. أعزائي المشاهدين، هذه الأشياء أو هذه القصص اللي نذكرها لنقتدي بها لنطبقها في حياتنا، وهي بسيطة جدا عندما يفكر بها الإنسان ويحاول أن يعود نفسه عليها. بعد الفاصل إن شاء الله راح نذكر قصة جديدة، وهي القصة الأخيرة اللي راح نتناولها في حلقتنا هذه. نلقاكم بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين، رجعنا لكم مرة ثانية، والمشهد الأخير من برنامجكم قصة أثرت فيني. سنتكلم في هذا المشهد عن خلق عظيم كان يتحلى به قدوتنا النبي صلى الله عليه وسلم، ونذكر القصة اللي فعلا أثرت فيني في هذا الخلق. وهذا الخلق هو خلق الحياء، حياؤه صلى الله عليه وسلم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال عن حياء النبي صلى الله عليه وسلم: كان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرفناه من وجهه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم من شدة حيائه كان إذا كره شيء فقط ينعرف في وجهه صلى الله عليه وسلم. أما الحديث الذي يذكر القصة اللي فعلا أثرت فيني واللي نحتاجها كلنا في حياتنا، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغه عن أحد شخص ما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم عنه شيء يكرهه، لم يقل ما بال هذا الشخص يسميه يقول كذا، ولكن كان صلى الله عليه وسلم يقول: ما بال أقوام ما يسمي، يقول ما بال أقوام يفعلون كذا أو يقولون كذا، ولم يسمي شخص بعينه. هذا الخلق اللي يجب أن ننشره خصوصا في وقتنا الحاضر في جميع أعضاء مجتمعنا. يجب أن يتعلم الناس عندما تأتي أن تنهى عن شيء أو